يعني في البداية باشمهندس عاوزين نعرف من حضرتك، هل عقوف الدولة على إنشاء مدن جديدة من 9 سنوات تحديدا ده كان أمر بيعتبر ضمن الرفاهية التي كانت تقدم عليها الدولة، ولا كان أمر حتمي لتخفيف الزحام والارتقاء بمستوى معيشة المواطن وأيضا توفير آلاف من فرص العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده كان أمر حتمي، وكان أمر موجود في كل الدراسات اللي كانت اتعملت على الدولة المصرية في كل مدنها بسبب الزحام وبسبب كداسة الزحام المروري اللي كان موجود في المدن. والدليل على كده كانت مدينة القاهرة وتواجد الحي الإداري أو تواجد الحكومة المصرية في ميدان التحرير وفي قلب العاصمة، والتنقل عليها من شمال وجنوب القاهرة الكبرى دخول عليها. كلنا كنا شايفين موقف تواجد الحكومة في وسط البلد كان عامل ازاي في الحركة المرورية. انا واحد من الناس كنت ببعد عن الشغل يوم الاربعاء عشان اجتماع مجلس الوزراء والطريق اللي كان بيقف. طيب ما احنا بنفس النقطة دي. صحيح. النهاردة وانا جاي النهاردة ده اللحظة اللي انا كنت مستنيها من 10 سنين، من ساعة ما اشتغلت مع الفريق اللي كان بيشتغلوا في العاصمة الادارية، ان انا داخل وسط البلد ساعة 9 يوم الخميس يوم الاربع ومفيش اي حركه مروريه، كداسه مروريه، مفيش الزحام مروري. صحيح. قدام مزبيرو طريق كورنيش، محدش خد باله ان ده الفايده بدايه. صحيح. ان الدوله المصريه تبدا تحس بيعني ايه عاصمه اداريه ويعني ايه نقل المقرات الحكوميه اليها وايه الفوائد عليها اللي هنتكلم فيها دلوقتي. بدايه من 15/6 ومن اول 6 لما بدات المقرات الحكوميه تتنقل للعاصمه الاداريه، النهارده بنبدا بدايه جني الثمره. ايه هي ده؟ لسه مجلس النواب ما اتنقلش، لسه مجلس الشيوخ ما اتنقلش، لسه بعض مقرات السفارات ما اتنقلش، وبعض المقرات الحكوميه. النهارده حضرتك ماشي يوم عمل في وسط البلد بدون اي نوع من انواع الزحام المروري. يعني ده حتى وسط البلد، لكن يعني ممكن نقول في هنا زحمه شويه، وزي ما حضرتك بتقول مقرات ومباني حكوميه. فكره حتى الدائري، يعني احنا الدائري كنا بجد كنا بنبقى عاملين حسابه في الوقت. هو ده بالظبط. لو جينا نرجع تاني نتكلم يعني ايه فكره انشاء عاصمه اداريه ومدن اداريه ومدن جديده في عواصم المحافظات اللي حضرتك قلتيه بالظبط. خلاص، انا عندي حوالين القاهره، لو خدنا الموضوع بكل بساطه، انا عندي حوالين القاهره في دايري حوالين القاهره الكبرى، وفي دايري اوسطي، وفي دايري اقليمي. طرق بديله. تمام. طرق بديله كلها كانت طول عمرها بكل وسائل النقل اللي موجوده بتصب على ميدان التحرير. صحيح. يعني كل اللي بيجي من الدلتا جاي يا اما من اي طريق دايري كله داخل عشان يخش على صلاح سالم ويخش على طريق الكورنيش عشان يجي لغايه التحرير. طب اللي جاي من جنوب القاهره، من حلوان، من المعادي، من الصعيد جاي كده. طب اللي جاي من اكتوبر جاي كده. بنا عندي نقطه مركزيه كلها دخل عليها عن طريق الطرق. الدراسات اللي كانت موجوده من 99 لغايه 2003 كان عندنا 3 انواع دراسات مهمه جدا. دراسه لوكاله الجايكا اليابانيه معموله بكل اساتذه النقل والمرور الموجودين في مصر وبره، ودراسه معموله عن طريق هيئه التخطيط العمراني، ودراسه معموله من اساتذه النقل المتخصصين لوحدهم. وكان من ضمن الكتب اللي معروفة في دراسات التخطيط والنقل كان الدكتور الدميري، كان وزير النقل السابق، عامل دراسة. كل الدراسات دي كانت بتقول مصر حاجة من الاتنين، أو القاهرة كبرى قدامها حاجة من الاتنين، يا إما تعمل مشروعات نقل من 30 ل 40 مليار دولار عشان تخف الزحام المروري، وده كان آخره لغاية 35 لغاية سنة 35 2035 أو 45، أو الحل البديل معدل الحركة ان هي تنقل المقرات الحكوميه خارج وسط البلد. وان لم يحدث ذلك هيبقى مش عارف هي تقريبا 20 كيلو كل من ساعه، تقريبا 20 كيلو في الساعه اللي هم بيسموه متوسط الحركه النقل، ان هو متوفق خلاص صفر، انت ثابت مكانك. يعني عشان تيجي من عند الكليه الحربيه في صلاح سالم اللي النهارده تروح تيجي محتاج من 6 ل 7 ساعات عشان تقدر لو فقت الذروه. طيب ومشروعات النقل احنا بنقول من كام؟ ارقام 30 40 مليار دولار. طب برضو تاني نرجع 2003 و2004، خلاص الدراسات اللي طلعت من اساتذه التخطيط العمراني ومن هيئه التخطيط العمراني ان المقرات الحكوميه دي تتنقل ناحيه
القاهرة الجديدة، وكان بالضبط عند مسجد المشير، كان في مقر في محافظة القاهرة. كل زملائنا اللي بيشتغلوا في التخطيط العمراني عارفين كان في هناك حوالي من 500 ل 600 فدان معمولين عشان يتنقل المقرات الإدارية هناك. طب ايه اللي حصل بعدها؟ طبعا دخلنا موضوع اتأخر، فيش اهتمام في الفترة دي بان احنا نصرف فلوس على مقرات إدارية. الاختناق المروري زاد، دخلنا حصلت الثورة خلاص. بعدها لما جت الناس تفكر ان هي تنقل لهذا المقر، كلنا كنا عارفين شارع التسعين كان عامل ازاي ومدخل القاهرة، يعني كانت هيبقى ازحم من صحيح. التجمع ده. فكانت الفكرة كلها ان احنا طب ايه احسن مكان ننقل فيه؟ فكان احسن مكان ان انا ننقل في مكان متوسط ما بين القاهرة وما بين اقليم قناة السويس، وما بين كل، ويكون عليه وسائل النقل او قريب من وسائل النقل والطرق اللي تقدر. تاني احنا قلنا ايه؟ دلتا بيجي عن طريق الدائري الاقليمي، جنوب القاهرة بيجي عن طريق الدائري الاقليمي، طب وسط القاهرة بيستخدم طريق الدائري الاوسطي وبيستخدم طريق الدائري حوالين القاهرة الكبرى. يبقى ايه احسن مكان؟ هو شرق القاهرة الجديدة اللي هو المقر العاصمة الادارية دلوقتي. طيب اللي يعني هو 60 كيلو ما بين اقليم قناة السويس وما بين 60 كيلو ما بين القاهرة الكبرى. طيب برضو دي في نقطة هيبقى في تساؤل فيها مهم جدا، المقرات دي بتتنقل صحيح العاصمة الإدارية الجديدة، مكان يعني لسه جديد بيتبني، في موظفين، فبالتالي هيكون لازم يكون برضو يكون في حل للنقطة دي تحديدا. ايه اللي احنا عملناه في الموضوع ده؟ لانه برضو واحنا دايما بنتكلم ان هي دائرة متصلة يا فندم، مش فكرة مشروعات سكنية وعمرانية فقط، لكن دي خلينا نقول نقل وصحة وتعليم وترفيق وكهرباء وحاجات كتير جدا. رائع، سؤال جميل جدا، ولازم نوضح فيه لان هو يعني السؤال بتاع حضرتك محلول بنفس السؤال. خلاص احنا الاول مكانها اللي هو 60 كيلو، لان الدراسات الاجتماعيه اللي اتعملت على المواطن المصري هو صعب انه يتنقل اكتر من 60 كيلو. خلاص يبقى يعني ال 60 كيلو ده المسافه اللي يقدر ناس يتحرك فيها. تقدر يتحرك فيها ويرجع تاني، وفي ناس تقدر تتحرك وتسكن، فاكتر من كده بيبقى الموضوع صعب. طيب جت الدوله المصريه في تخطيطها عملت ايه؟ اولا كل مشروعات النقل اللي كانت بتتعمل في الفتره دي استكملت عشان تخدم منطقه العاصمه الاداريه. على سبيل المثال احنا كان عندنا القطار الكهربائي دراسته القديمه ان هو ينتهي في مدينه العاشر من رمضان. خلاص عملنا عاصمه اداريه، التوجيه طلع والمخططين ان القطار الكهربائي يمتد من العاشر من رمضان لغايه العاصمه الاداريه. ده رقم واحد. انا احنا بنتكلم الاول على مشروعات نقل، وبعد كده هنتكلم ونرد على حضرتك على الاسكان والتوطين للموظفين. المونوريل كان اخره جامعه القاهره الجامعه الامريكيه، في كل الدراسات كانت اخره اخر القاهره الجديده، امتد لغايه العاصمه الاداريه، وبقى في ما بينه وما بين القطار الكهربائي محطه تبادليه. صحيح. القطار السريع، تمام، القطار السريع رايح العين السخنه محطة عند العاصمة الإدارية تتبادل مع القطار الكهربائي. ده يبقى كده وسائل الجر الكهربائي. بعد كده عندنا الايه؟ كل وسائل الاتوبيسات ووسائل النقل الخفيف الترددي كلها تم تكاملها كاملا مع العاصمة الإدارية. طب اتعمل مشروع كامل في وزارة النقل لنقل الموظفين بأتوبيسات موجودة في جميع الميادين بمواعيد بتداخل نقاط يعني تجمع يعني بالظبط بنقاط تجمع، وعشان الازدحام اتعمل فيها الدراسة الكاملة، ميعاد الدخول للمجموعة دي تخش الساعة كذا، ميعاد بعدها بربع ساعة وده يطلع، واتعمل جراج كبير لهذه الأتوبيسات. طيب نفترض إن في ناس عايزة تروح تسكن هناك، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية انشأت مدينة كاملة شرق مدينة بدر اسمها حدائق العاصمة. خلاص حدائق العاصمة كل يعني أول مرحلة وتاني مرحلة هو سكن كامل بجميع الاحتياجات للمواطن، من صحة، من تعليم، من جامعات. المسافة اللي ما بينها سكن شرق مدينة بدر اسمها مدينة حدائق العاصمة، فيها محطة للقطار الكهربائي. يعني الموظف بيركب من محطة حدائق العاصمة محطتين، يبقى بمحطة
العاصمة الإدارية. نعم. ينزل يطلع على الوظيفة دي في العاصمة، وفي عندنا حي في R3 وR5 في العاصمة الإدارية، ده برضو لسكن الموظفين، بجانب أن الحكومة أعلنت عن بعض الحوافز للموظفين اللي ساكنين هناك. طب مشوار بقى كبير بقى في بدل سفر. طب الشقق اللي موجودة وزارة الإسكان عاملة خصم للموظفين في الشقق دي، التيسيرات عشان يطلع يسكن هناك الموظف. فكل الأمور دي بتخلينا نقول إن احنا عندنا مدينة قابلة للاستدامة، قابلة للمعيشة فيها، فيها صحيح. كل الأمور. طيب باشمهندس، يمكن حضرتك تحدثنا تحديدا عن فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإزاي الفكرة دي تحولت من فكرة لمشروع طبق على أرض الواقع. هذا المشروع حول الرماء، حول الصحراء إلى يعني مباني. هذه المباني سعر المتر فيها وصل يمكن لملايين في وقت من الأوقات في الأحياء الاستثمارية تحديدا للقطاع الخاص، وقدرت اللي أنت تعظم من الموارد الموجودة عندك. لكن مش عاوزين برضو نغفل، لأن في حياة الأمر الدولة ما توجهتش للإنشاء الخاص بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع فقط، بل اهتمت أيضا بمدن الجيل الثاني في كل محافظات الجمهورية تحديدا لتقديم جودة وحياة كريمة للمواطن المصري. ولو هنتحدث تحديدا على ملف كان صعب اقتحامه، وهو ملف العشوائيات، إزاي قدرنا اللي احنا ننهي هذه الظاهرة بشكل يعني بنسبة 90% حتى الآن؟ برضو يعني هنا برضو هتكلم على وسط البلد، وهتكلم على المناطق اللي ممكن حضرتك كان في عشوائيات في وسط البلد. لا 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 اقرب مثال يا فندم حضرتك، اقف هنا بس كده على على ناصيه ماسبيرو، مثلث ماسبيرو. بس ما انا بقول لحضرتك اللحظه ان انت حضرتك وانت داخل ماسبيرو كانت منطقه بلاقة موجوده، ودلوقتي مثلث ماسبيرو عامل ازاي. طيب وحضرتك وانت جاي من ناحيه الجنوب شويه من ناحيه المعادي، سور مجرى العيون. صحيح. يعني طب الصورتين لو تحفه معماريه، وكنا عارضين تقرير لزميلتنا لمية هناك معايشه حاجه تحفه معماريه. الصورتين مع بعض ده اللي اتعمل في كل منطقه، ده اللي اتعمل في جوده الحياه في مصر بما فيها ملف العشوائيات، بما فيها ملف حياه كريمه. ان حضرتك يعني انا رحت مناطق كتيره خلاص فعلا ما كانش عندهم ولا مياه ولا صرف ولا كهرباء. صحيح. الساعه 7 بالليل كانك في بلد تانية، يعني كانك مش في مصر. يعني اللي يسافر السودان، اللي يسافر انت الساعه 7 ودي بلد تانية، والمسافه ما بينها وما بين الحضر 2 3 كيلو. النهارده الموضوع ده يعني يمكن دي من ضمن الحاجات اللي محسوسه، بس محسوسه لاهاليها للناس اللي عايشه فيها، هم حاسين بيها. وحاسين بيها ان كان يعني انت كان في مثلا لكل مركز او كل محافظه قريه او قريتين اللي بيخشوا في الموازنه لمده 4 سنين. النهارده حضرتك في 4 سنين بتعمل 80% من قرى مصر. اخيرا يا فندم، لانه للاسف وقتنا بينتهي، رد حضرتك على الناس اللي معتقده انه احنا ده ما كانش المفروض ان تكون من اولوياتنا، وانه ان كان العاصمه الاداريه الجديده او حتى يمكن الطرق والكباري والتعليقات اللي احنا بنسمعها ان كل الحاجات دي مش للدرجه دي او اسرفنا فيها، رد حضرتك ايه يا فندم؟ اولا انا لم اقابل حد يتكلم على الطرق وشبكات النقل، لان هو يقول لك الطرق ماشي، يعني 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 ثلاث ارباع يقول لك طرق ووسائل نقل ماشي. عاصمة إدارية هي فلسفة جمهورية جديدة خلاص. يمكن اللي راح التاني اللي كان بينزل في وسط البلد وكان كل المتخصصين وعارفين ان من 30 ل 40 مليار دولار عشان تحاولي تخففي الازدحام المروري في وسط البلد وتحسني من العيشة وتحسني من زمن الرحلة خلاص، والنهارده ما فيش الكلام ده بدون ولا 30 و 40 مليار دولار، فهم عارفين ان العاصمه. طب هي العاصمه كبتت الدوله من الموازنه الخاصه بها؟ لا طبعا، العاصمه هي فكره مطور عقاري خلاص، فكره ارض قريبه من القاهره الجديده فبقى ليها سعر. زي ما حضرتك قلت دي كانت ارض، دي كانت محاجر. صحيح. رمل وزلط. صحيح. الناس كلها تعرف ان دي محاجر كيلو 51 يروح ياخد زلط النهارده، بس هي كانت قريبه من القاهره الجديده، فحضرتك استفدت يعني ان هي قريبه من القاهره الجديده، فبدات تشتغل كمطور عقاري
وزارة الإسكان بدأت تشتغل مع هيئة المجتمعات العمرانية إن هي صرفت شوية وعملت طرق وعملت بنية تحتية الأول 10,000 فدان، بس كان ليه مردود. وبعد كده المستثمرين بقى بدأوا يشتروا الأرض وبدأ يبيعوا وبدأ. النهاردة إن حضرتك تمشي وتشوف البرج الأيقوني وتشوف مجموعة حي المال والأعمال وتشوف الحي الحكومي، كل الحكومات معمولة، المكاتب. أنا كنت امبارح في العاصمة الإدارية في أحد الوزارات، المكاتب نفسها والتنظيم. معلش برضه انا عاوز، انا اسف على المقاطعه، لكن هل البرج الايقوني مملوك للدوله ولا مملوك لمطور عقاري؟ لا، مملوك للدوله دلوقتي حاليا، وبعد كده يعني هو عشان اي بنيه تحتيه واي حاجات بتحتاج تكلفه باهظه صعب ان المطور يخش عليها، ولكن بعد ما تتبني ممكن المطور يبدا يعمل عليها ايجار، يبدا يشتغل لها بعد كده. ولكن في الاول ما كانش حد مصدق ان انت هتقدر تبني تدخل في ده، فساعتها المطور، احنا يعني كان العاصمه دي كان ليها حكايات كتير، يعني ان هي انتوا مش هتقدروا تعملوا كده خلاص. لما اتعملت ولما اتكملت خلاص، ولما بقى عندك مجلس نواب وعندك قصر رئاسه ومجلس وزراء ووزراء شغالين النهارده، الحاجه اللي كنت ممكن تديها لمطور خلاص وتستفاد منها بجنيه بقت ب10، بقت ب10. صحيح. القيمة المضافة اللي احنا بنتكلم عليها شفنا على أرض الواقع، وبقى مش مجرد مشروع على ورق زي ما بنقول. صحيح. ونقطة كمان مهمة، احنا مش فكرة بس ان مشروعات سكنية وعمرانية ولا حتى انشاء شبكة طرق جديدة عشان نسحب التكدس، لكن حتى رفع كفاءة شبكة الطرق اللي كانت موجودة. طبعا. الدائري تم توسيع حاراته، حتى يمكن طرق كتير جدا. الدائري بقى عظيم. صحيح. بقى طريق، يمكن حتى طريق الزراعي بقى طريق يوصل ما بين، يعني الطريق الدائري موجود بره. صحيح. في الدول طريق واصل ما بين. والله يا باشمهندس لو هنتكلم مش هنتكلم على دائري بس، دائري ومحور واوسطي. صحيح. وغيرها من الطرق التي انشاتها الدوله جديدة. واستطاعت من خلالها ان تحقق سيولة وانسيابية مرورية حقيقية استفاد بها المواطن واستفاد بها أيضا المستثمر. بنشكر حضرتك. طبعا. شكرا جزيلا المهندس أحمد حسن خليل خبير التخطيط العمراني. شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا.